مرحبا. فيديو اليوم بالعربي. لحديت الساعة زرت 55 دولة، وكل دولة بروح عليها الناس هناك بقولوا لي احذر من العنف. بالفلبينز قالوا لي الناس تمشيش بالليل لأنه في خطر. بالبرازيل قالوا لي تمشيش مع الكاميرا لأنه حدا رح يسرق لك إياها. بس هذول الناس بيعرفوش إنه أنا جيت من مجتمع اللي كمان فيه للأسف عنف. مجتمع العرب هو 20% من الدولة، بس إحنا مسؤولين عن 60% من حالات القتل. ثلاث أضعاف. نقدر نلوم الحكومة عن عنف، نقدر نلوم أنفسنا، بس الحقائق موجودة. الإشي الوحيد اللي بتذكره من المدرسة الإعدادية هو عدد الطوش اللي حاولت أتجنبها. لمن زرت مدينة عكا الجميلة فجأة الناس اللي حدي صاروا يتطوشوا بالسكاكين. بس الأسبوع الماضي في مرة انقتلت بسبب الشرف. الناس عم بتموت يمين شمال بسبب العنف بالسيارات. ومع كل اللي حكيته، حالات العنف اللي بتشوفها كثيرة، بس حالات العنف اللي بتشوفهاش أكثر بكثير. هاي المشكلة. هاي دي يا واحدة. شوفكم بكره.